طبعا عايزة أقول لحضراتكم أنه كان من ضمن الحضور في الاحتفالية النهاردة المستشار عدلي منصور رئيس مصر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية حاليا، وتم تكريمه وكان معه طبعا مجموعة من شيوخ القضاء. معي على التليفون معالي المستشار عادل الشرباجي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى. مساء الخير يا معالي المستشار، برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. كل سنة وحضرتك طيبة ومتشكر قوي. يا أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. معالي المستشار، يعني دلالة الاحتفالية النهاردة ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كلمنا عن الأجواء وإزاي تابعتم كلمة الرئيس؟ والله يا فندم النهاردة سعدنا بزيارة السيد الرئيس لدار القضاء العالي. وزيارة الرئيس لدار القضاء العالي ليها معاني كبيرة. نعم. وكثيرة. فحضرتك فور وصوله التقى بالسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم التقى برجال القضاء في احتفال ألقى فيها كلمة، وألقى فيها السيد رئيس مجلس القضاء كلمة. الحقيقة أن زيارة الرئيس لدار القضاء العالي تأكيد على احترامه وتقديره ودعمه لقضاء مصر. ايوه فندم. كما ان مشاركة السيد الرئيس للقضاء في عيدهم يعكس قوة القضاء واستقلاله. نعم. وان السيد الرئيس اكد للمرة، مش قادر اقول لحضرتك مفهوم، لا كتير في اكتر من مناسبه بيتكلم عن دعمه للقضاء واستقلاله. اكد الرئيس حرصه الشديد على استقلال القضاء وعدم تدخل اي سلطه في شؤون السلطه القضائيه. اعتاد السيد الرئيس ان يشارك القضاء في احتفالاتهم وفي احزانهم، فبعد ان شارك في المره الاخيره في جنازه شهيد القضاء النائب العام، أم اليوم يشارك القضاء في احتفالاته. لم ينقطع السيد الرئيس عن الالتقاء بقضاة مصر في أفراحهم وأحزانهم. القضاء المصري قوي، ودي المرة زي ما قلت لحضرتك اللي هي الأخيرة النهاردة اللي التقى فيها بقضاة مصر وقال كلمة لها معاني كبيرة. طالب بتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور. والحقيقة معالي المستشار ما هياش المرة الأولى أن الرئيس يتكلم عن المطلب ده، يعني حضرتك لما أشرت طبعا للراحل الشهيد هشام بركات ووقت طبعا اغتياله، الرئيس قال أن إيد العدالة مغلولة بقوانين علينا مراجعتها وعلينا تغييرها وطالب بده، فيعني لما المطلب يتكرر مرة تانية. لقد حان الوقت لتعديل القوانين. أداة تعديل القوانين هي مجلس النواب. الحمد لله اكتمل البناء الدستوري واكتمل مؤسساته بانتخاب مجلس النواب. مجلس النواب هو المختص بإصدار القوانين، بس أكيد لحضراتكم رؤية يعني لكل جهة أو هيئة، خاصة بنتكلم على الهيئات القضائية، لازم هيكون ليها مشروع يتعلق بهذه القوانين يتم عرضه على المجلس أو أخذ الأراء. أرأنا أيوه. فيما يعرض علينا من قوانين. القوانين اللي الدستور اشترط عرضها على مجلس القضاء الأعلى بتجيلنا وإحنا بنبدي رأينا فيها. وياريت برضو أن مجلس النواب في مناقشته للقوانين قبل أن يصدرها يجري جلسات استماع مع المختصين لمعرفة نواحي المواطن الضعف والقوة في القانون وموائمته وملائمته للظروف اللي بيمروا. الأولوية لأي تشريعات أو أي قوانين مطلوب تعديلها في الوقت الحالي يا معالي المستشار؟ والله يا فندم أنا أعتقد أن المشروع مشروع القانون الإجراءات البنائية اللي هو بيحدد مواعيد وبيحدد قيود وضوابط تقاضي التحقيق والمحاكمة.
تمام. طيب نرجع لأجواء الاحتفالية والتكريم النهاردة لمعالي المستشار عادلي منصور ومجموعة من شيوخ القضاء في مصر. يعني الحقيقة القضاء الأسرة القضائية كلها أسرة واحدة، وفي احتفال القضاء بعيده، وكل يوم يمر على مصر وهي بخير وآمنة هو عيد للقضاء وليس يوما محددا. احتفالنا النهاردة حضروا كبار رجال الدولة، حضروا شيوخ القضاء على رأسهم رؤساء الهيئات، محكمة دستورية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، طبعا في حضور أعضاء مجلس القضاء. ولو كانت القاعة الكبرى في محكمة النهر تتسع لأكثر من العدد اللي حضر واللي حضراتكم شفتوه، لا حضر القضاء جميعا. شكرا جزيلا معالي المستشار عادل الشرباجي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، بشكرك على وجود حضرتك معانا يا فندم.